في ناس كتيرة تقول لك ايه، انتوا بتطلعوا تتكلموا بس لما ارسنال يتحسن، وما بتطلعوش تتكلموا لما ارسنال يكسب، انتوا بتدوروا على مشاهدات من جمهور ارسنال. عايز اقول لك عزيزي ان انا الحمد لله يعني لا بيجي لنا مشاهدات وارسنال كسبان، ولا مشاهدات وارسنال خسران، ولا مشاهدات وارسنال متعادل. هي كل القصه ان في اتساع كده في الماتش، طاروا مني علشان خاطر السيرفر وقع بعيد عنك وانا قاعد اتفرج على الماتش. فالدنيا بالنسبه لي كانت صعبه، فتحت 3-3-1. الجون ده جه امتى وازاي ما اعرفش بصراحه، عشان كده ما حبيتش ان انا اتكلم على المباراه على طول بعد ما تخلص، لان انا بصراحه ما بحبش اتكلم على حاجه ما شفتهاش. 20 دقيقه توقعت ان ارتيتا هتراجع فيها، ما انا قعدت اقول له ماتش كريستال بالاس مشكلتك انك تراجعت بعد الهدف الاول بدري بدري. بصراحه بعد الهدف الثالث لما تتراجع ما عنديش اي مشكله، هبا اعمل اللي انت عايزه، خصوصا ان الامانه بتاعت ربنا ارسنال امبارح عمل حوالي 65 دقيقه من الكتاب. ارسنال عمل 65 دقيقه جميله جدا، 65 دقيقه ارسنال بيقدم كره هجوميه، بيحاول ان هو يجيب الثاني والثالث بعد ما سجل الهدف الاول، الكره اللي خبطت في كتف توماس بارتي. بس بصراحة عجبتني ان هي جت في مارتينيز. يا اخي مارتينيز من ساعة ما مشي من ارسنال وجمهور ارسنال قلب عليه وكرفانين منه ومخنوقين من اي سيرة فيها ايميليانو مارتينيز، لان ايميليانو كل ما بيكلموه على ارسنال بيقول لك كويس ان انا مشيت، كان لازم اخد فرصتي بره ارسنال. فجمهور ارسنال ما بيحبش التيمة دي، ما بيحبش تيمة ان انت تقعد كل شوية تجيب سيرة ارسنال ان انا كان نفسي امشي. فالماتش بالنسبة لهم قدام استون فيلا ايميليانو مارتينيز انها الحرب عزيزي، احنا جايين هنا نحارب يا باشا. ايميليانو واقف جون هنطلع هنفشخه يا باشا، ايميليانو ده لازم يتعامل معاه الغلط. بس كان نفسي كرة ساكا تيجي بصراحة بعد الهدف الأول، بس ساكا شاف ايميليانو واقع هنا راح لعبها له في رجله، قلت له الله عليك يا ساكا، الله عليك شكلك صاحب ايميليانو يالا ومش عايزين تعملوا عليه حفلة، لأن بصراحة امبارح أرسنال كان بوسع ان هو يعمل نتيجه كبيره، كان بوسع ارسنال ان هو يزود بعد ما جاب الهدف الاول بتاع توماس بارتي، بس للاسف يعني توميسي ما بيزيدش، لا توميسي كده كده واقف ناحيه اليمين بيعمل ادواره الدفاعيه قدام بياكو ساكا. توماس بارتي برده عمل ماتش حلو، توماس بارتي كان بيقول لك منفوخ مش منفوخ، اعطانا الجون يا باشا، ده احسن لعيب في نص ملعب احنا جبناه من فتره طويله يا اخي، حبك انت وانت ماسك الطبله لاي حاجه بتحصل يعني. بارتي كان وحش الماتش بتاع كريستال بالاس، النهارده احسن لعيب انت جبته يا اخي، منافق قوي انت. ولكونجا برضه عمل ماتش كويس، لكونجا عمل ماتش كويس، ونونو تافاريز برضه عمل ماتش كويس بديل كارين تيرني، الولد قدم مستوى كويس جدا. ايميل سميث راو سجل يا جدع، اخيرا سميث راو بياخد كرة من على الطرف كده ويروح ويشوطها ويسجل، انا مبهور منك والله مبهور منك يا اسطى، يعني بسم الله ما شاء الله بقيت بتجري وبتشوط وبتسجل، لا 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 والله اللي حصل ده تاريخي، اللي حصل ده انجاز يا باشا، يحسب للسيد ما يحسبش للماركه انت خالص، يحسب لسميث راو ويحسب للعيبه. واخيرا يا جدع سمعنا كده ونزل لكازيت اساسي، بس الماتش اللي نزل فيه لكازيت اساسي اتصاب، واوباميانج اتصاب برضه قدامه، بس بصراحه ارسنال خد حقه تحكيميا. شفت لما خدت حقك تحكيميا ضربه الجزاء جات لك بعد الهدف الاول تجيب الهدف الثاني، بس اوباميانج دخل ضيعها، لان ايميليانو بصراحه في ضربات الجزاء حاجه مميزه جدا وحارس مميز جدا في ضربات الجزاء. الكره اتردت لاوبا جابها والجون فاضي، الله الله خدنا حقنا تحكيميا، ثلاث نقاطنا، انتقمنا من ايميليانو، عملنا كل حاجه كان نفسنا فيها عزيزي، والحمد لله رب العالمين. عدت على خير ورشقت، والثلاث نقط طلعوا مع ارسنال، وارسنال بيوصل للمركز التاسع ب 14 نقطه، والحمد لله رب العالمين عزيزي، كله مرضي وكله مبسوط. ايه عجبك هذا الفيديو فخليك مرضي ومبسوط معانا، واعمل لايك او سبسكرايب، ولا تنسى انك تقعد تدعي ان محمد النني ربنا يكرمه ويلحق ياخد فرصته قبل ما المهرجان بتاع الاداء الجاي ده يروح.